السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلين تنظامي جاء يمدك هلا كدب لي 18 سنة أما لبي 18 سنة محاكو قصوك الرأي شخصي أهان محاك فائدي إسكولك أما جامعة دا سيد عادي أرديقو لبي 18 سنة أيو كجرا وحبرشاد أساسي دوكسي هوس دوكسي دحا إلا يدوكسي سارة لبي 18 سنة لغو داري أفر سنة جامعة دا لح 18 سنة أياد هالكاس كوهيسا كدب لي 18 سنة مركو شهادة دا سوقاتو أيا وحا أوب اللابان أيو سفرك رادين تشقو وحا إيماني سؤال وينو قفكو موحو أبرتي أما أبرناي إن أشقه له ميسا وحبرشاكلي أهدا si aqli aysan u dhigno su'aashan 16 sano kadib wixii uu baranay qofkan maxay u tareen asaga ka shakhsi ahaan maxay ku soo kordhiyeen intina badan wax macquul ah inaad haysataan shahaado dugsi sare ama sidoo kale ay ku jiraan dad haysto shahaado jaamacadeed 16 sano ama 12 sano aad waqtigeena ku bixiseen in aad ku jirteen waxbarashada nidaamiga hadaba kadib waqtigaas waxa aad soo baratay ma ku shaqeyn kartaa maanta أما ما تقانا وحا آد صو براتي ميسي كيليا وحا آد هيسا تاورقات الشهادة دا كدب إلا حيطبان كاسان أو آد وح برانيسي ما وحاد سوغيسا إن أي داد كشاقالي سيان ميسا وحاد أود إن آد آدكو شاقة أبورتو إن آد شاقة أليسو مادام آد لح يطبان سانو وح برانيسي أما اللبي يطبان سانو ما أهن وقت سهلا لح يطبان سانو يلبي يطبان سانو موقال كان لدكو ما أهن وح براشد النذاميقة إيوا موجين حقائق معقولة إن أيكو أنفعان أما وحقون كوكو سوكريان نين كان هورتنا دا كم وقضا وحالوغو مقع عابا خوسي سراماغو روائي قرا سوغان يهن بورتوقيسا وحكو قوليستان نين كان أبال ماريت نوبل بريسكا جامعاد ما أونا ديغانين ما أونا دمينين لبادا كون إطوبان كي مركو غيريو دي سوور كيسا أيا لغو ديجيي ودوينك عاصمة دا بورتوقيسكا وحانا لغو قراي أبريغادو خوسي سراماغو مهات سنيد خوسي سراماغو دحالكي أوكاتيغي لو قضب بدن أيا لو ترجمي وحومار والبا موجين جيري إن waxbarashadu ayna ku ekeyn qaabka nidaamiga ee qofku markuu dhameeyo shahaadada uu helayo shahaadada la siinayo qofku uuna ku soconayo manhaj loo dejiyay wada loo xariiqay nidaamkan ku soco hadallada uu yiri waxa ka mid ah Jose Saramago inta badan dadka jaamacadaha galo ama dhameeyo wax ma bartaan maanta daafaha dunida kumannaan kun oo qof bal malaayiin shahaado jaamacadeed haysato ayaa jira 16 sano wax baranayay لكن باقا موتا وحليه مسؤوليات وحادوش الرذانايو نظامك وحبرشاد عالمك خوصي سراماغو وحو برطي لكن سن نظامي اما اونا برانين ماركو هاري وحادو قاتا ان وحبرشاد نظاميك اي تاي قاب كاميدا سيدا وحلو برطو اي اينا اهين وحبرشاد اودن واقي هاروي اتكيت ان قفكو اوهيلو وحا او بارايو وانتك كار مدفق ماهن اي حتى انت اونا نتك اد افافن سيدا ازدرتيت اسكولك اي ميلاه نظاميك كلية ايا وحبرشا لغيه لجري ما دام اله وحلق برانايو اله لغا سوحيك وكحان لقايو سيدا بوغاكتا كايدكا اي كجرين قعانت عد اوودالة عد مامولك هايسو حتى وحالا دي كرا صدن سنة كهور اما حتى هالباطن سنة اما حتى وحير كير ارديغو إن أو معلنك هالمالين أديبا بوغ أو وحكديغو إشا أو وحكديغا معلنكو وحي أغادق نيد أرديغاس وحآن اللي هلكرين إن إشا معلنك أو وحكديغايو لو ديبي هدبا ماانتا دمان وحبوواك تاس مقررات كاس إسكولا دا لغاديغا كوقران سادر كاستا حارف كاستا أو كوقران نتك أيا لغا هلكرا ويالان تاسو إن وحبرشادو ماانتا أي كو أكين إسكول أما جامعات مركي قيحيان وحبرشاد آن النظامي قاهين وحي كو قيحان سيدا تسالهان كورسوين كعلمي يديد آخرين تبوغاك تعلمي قاس وقفكو الدانين هاي إن أوبرتو بوغشاد مطاحف توكالا يكو تلماميان سيدو كالا قف كان مركو متحف كان بوغدو ووارك وحيابة تاريخي وحي كو دالين هايان إن أوبارو برشاد حرفت قونيا سيدو كالا يار كان لغو مقا عاب جهات حطاب أقو مهالين هال كان إن أو يهي فيلم سماي هير سراء شن مليان أوقف إيه كحرينهين كنال كيس يوتوب intaas kama hadlayno iyo in muuqaalada uu sameeyo ay u dhigmaan kuwa ay sameeyaan TV miisaaniyad badan ku baxdo adaba wuxuu sheegay ninkan in 2019kii hadda ahayd luqadiisa ingiliishka uu safraa tabaan wuxuu u baahan inuu dad la hadlo ingiliishka wuxuu yiri ma aqoonin waa urduni eber ayaan ka ah ayuu yiri ama si fiican uma aqoonin sida muuqaalada loo bedelana si fiican احتراف معنا بروفيشنال ما اهين ايو يري وحاو سيد مدن ان او شهادة جامعة داد هيستي لكن واسيد اولي هي اونا اقونين وحا او صوبرت وحا او صوبرتي وحا اي نلوشي سكو سكريين ما اقان ايو يري
16 سنة أيام وحبرشة كجري لكن ما أقانه وحي إيقو سوكر ديين وصيدة أوليهي أنا جامعة دمييي ميل كشقيي أيان أغادي إن آنا لهين وح أقانه أو أنكوه هولغالو شقادة أيو آدو نعي طبعا شقادة وان قياسة كرنا كدبنا وحوقو آنصدي بل إنو هولغالو إنو أساق إزدبارو كدبنا وحان كسو براروغي أيو يري حقيقة عاد أو إن آنا وحبا أقوني 16 سنة أيو وحبرشة نظامي أكو جري لكن أغو الدمي وحو أغادي إنو أنا وحبا أقونين أهدبا سيدة أوليهي نور سنة كار ايو بلابي ان او وحبرتو تدبا ساعدود او حريرة ايان مالنتي وحبران جري ايو يري انجليشك ايان برتي سيدو ليهي سيدو موقالة الله سمايا هير احتراف بروفيشنال ايو برتي تاسو اه سيدو ليهي ان كان لغو مقعب جهات حطاب ان مركان جامعة دمييي ان اوغاذ انان وحبا اقونين مالن دوحان داوان اي موقال شركات دينا عبر اقرامنتا تكنولوجيا تكشقيسو dhalinyarada ka shaqeeyo shirkadan ma haystaan shahaado jaamacadeed mid walbana si heer sare ah ayuu u yaqaan waxa uu qabanayo sababtoo ah macrifada maanta waa la heli karaa way sahlan tahay in aad barato waxa aad rabto hadaba shahaadadu qiyaas miyey u tahay aqoonta qofka markii laga soo tago tabcan ku faanida bulsheed in hebel ama heblaayo ay haystaan shahaado jaamacadeed shahaadadu qiyaas uma ahan qofka inuu aqoon leeyahay ya in kale hadaba xileeyin qofka shahaadadaas wato makafa idii sanaya ama makafa idii stay kumanaankaas bog ee maskaxdiisa laga buuxiyo waa waxbarashada nidaamiga su'aal kale iskuulka macaqabad ardayga hortaagan ba in uu noqdo hal abuure ibdaac wax lagu magacaabo inuu sameeyo caqabad ma iskuulka talow iskuulada xukuumiga ardayga lama siiyo waqti furan oo uu ku barto funuunta ay rabaan waxa uu daneynayo waxaa la siiyaa wax diyaarsan kaliya in ay xifdiyaan laga rabo markay fasalka ka sii baxayaan waxaa la siiyaa homework guriga uga soo shaqeeya in xitaa markuu ardaygan guriga joogo uuna wax kale ku fikirin waxaan xasuustaa arday aan isku fasal ahayn ardaygan wuxuu jeclaa taariikhda wuxuu gaaray in uu laqo akhriyo muqararka buugga laga dhigo maadadaas uu macallinka ka dhigo ayuu dusha ka xifdiyay micnaha wuu wada akhriyay laakiin wuxuu ku qasban yahay in uu sugaa intaasoo bilood maadaama nidaamkan waxbarasheed ee nidaamiga uu xadidayo ardaygan buugaagtan loogu talagalay sanad inuu fasalkaas fadhiyo wuuba yaqaano wuu akhri kadibna markuu macalinka sharxayo aad ayuu macalinka ula tafaaculi jiray ula hadli jiray su'aalaha ayuu ka jawaabi jiray arrinkaanuu macalinka ka hanaajiyey wuxuuna ku yidhi meeshaan waxaad u imaaday inaad waxbarato ma ahan dembi uu leeyahay macalinkaas runtii aan ilaa hadda qadariyo dhammaantiin wada qadarino ee waa nidaamka waxbarasheed ee ardayga u xariiqayo halkaas layn bal qiyaas waqtiga ka lumay ardaygaas fasalka iska dhex fadhiyo waqti uu soo koobay saan sheegnaybo yaqaano buugaagtaas waxa laga dhigaayo waxa isbaridda aanan nidaamiga ahayn qofka waxa uu baranayo asagaa dooran xoog ayuuna saari waqti yar ayuuna ku baran karaa waxa uu rabo halka waxbarashada nidaamiga ardayga la siinayo wax u go'an oo una ka bixi karin tacliinta aanan nidaamiga ahayn qofka asaga ayay ka soo go'i in uu waxbarto taasoo ah in uu qiimo weyn siinayo waxaan uu doortay waxaan uu baranayo ninkaas hadda aan ka soo hadalnay ee jihaad xataab ee 7 saac maalintii qolka isku soo xiray in uu waxbarto haddii arrinkan u ahaan la arrin laga dalbay samee la yidhi waxaa macquula inuu niyad u hayn lahayn laakiin markaan niyaddiisa ayay ka soo go'day halka tacliinta nidaamiga ah ay tahay sidoo kale mid qasab ah ilaa heer xitaa qofka waxaan hadduuna daniin in lagu qasbaayo waxa isbaridda ama tacliimta aanan nidaamiga ahayn ee furan qofku shahaado ma helaayo sababtoo ah ujeedkiisu ma ahan natiijo uu keeno ee waa barashada waxaas uu rabo in uu barto ujeedkiisu ma ahan shahaado ninkan jihaad xataaba markuu editingka iyo muuqaalada sida professionalka loo sameeyo uu u baranayay uma uuna baranaynin inuu shahaado ku qaato asagaa baranaya hawshan uu maanta kumanaankaas kun oo lacagta ka sameeyo noloshiisii beddelay inuu ku barto inuu ku editing gareeyo inuu ku sameeyo muuqaaladaas tusaale maanta haddaad u baahato tabcan film maker ama qof sawir qaade ah programmiye isma weydiinaysid shahaadada uu haystaa ee qofkan xirfadan ma yaqaano waxaan qofkan ma samayn karaa inta badan websaydyada freelancerka dadka shaqada horta ay ku qabtaan dhalinyaro noocan ayaa wada joogo oo wax alla wuxuu qofku u baahan yahay si heer caalami ugu samaynayo inta badan dhalinyaradaas ayaga isbaray waxbarasho nidaami ogumayna soo bixin waxbarashada aanan nidaamiga ahayn kuma xirno wax la yidhaahdo waan qalinjibiyey oo qofku uu gacmaha isi saaranayo waxaa laga yaba inaad aragtanin dhalinyaro ah ama gabar 25 sano jire oo markay sheekaynaysad ahayso waxbarashadii ayaan dhameeyey markaan waxbarashadii dhameeyey hawshaasaan qabtay kanaan sameeyey kadibna waxbarashadiidii ayaan dhameeyey arrinkan waxaa loogu imaan waxbarashada nidaamiga sababtoo qofku ilaa uu ka dhimanayo
علم ayaa ku soo kordhi. Sidaas darteed waxbarashada ama tacliinta aan nidaamiga ahayn waxa meesha ka baxay qofku inuu yadiisa galay waxbaan bartay, tacliinta waan dhameeyay. Mar walba wuxuu u ooman yahay inuu wax barto, inuu cilmi sii kororsado, kuma ekaanayo shahaadadaas uu haysto. Ugu dambeyn, akhyaarta qaaliga ah ee codkaygan dhagaysanayo, muuqaalkan daawanayo, waxbarashada nidaamiga ah gaar ahaan dadka yaryar, dhallinyarada yaryar, ardayda, waa muhiim. إلهير ومهيم عد إن كري كرتنا ملاها لكن وإن أنا سيدوكال لهلمامين لانا قيمة يريسانين تعلين تكالي waxbarashada furan qofku inuu wax baran karo mustaqbalkaadana waxa xaddidaayo ee saameynta wanaagsan ku yeelanayo waa waxa aad isbartay adi aad baranayso. Muqaalkan intaan ay ku egahay. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.